يقول: رجل عليه دين، وهذا الدين يسدده شهريا، فأعطاه أحد التجار مبلغا ليقوم بسداد جزء من دينه، وهذا الرجل بحاجة لسيارة يشتريها، فهل يجوز التصرف بالزكاة وشراء سيارة بها لحاجته إليها مع أن دينه يقوم بسداده شهريا؟ إذا كان أنه يقدر على سداد دينه شهريا فلا يحل له أخذ الزكاة، ما يحل أخذ الزكاة إلا إذا كان لا يقدر على سداد دينه، لأنه يكون من الغارمين. إذا كان يقدر على سداد دينه بالتقسيط هذا لا تحل له الزكاة. نعم.